أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا، هدف رائع لمنتخبنا في الدقيقة 85 من عمر اللقاء عن طريق إبراهيم عادل، هدف خيالي، هدف عالمي من منتصف الملعب. لماح إبراهيم عادل شاف حارس المرمى متقدم، حارس مرمى موريتانيا، يسدد تسديدة صاروخية من فوق الحارس ولا أروع، والحارس يكتفي فقط بالمشاهدة. الله عليك يا ولد يا لعيب يا إبراهيم يا عادل، لعيب رائع وموهوب وتستحق التحية من الجميع. عاش عاش إبراهيم عادل، نتمنى التوفيق الدائم لمنتخب مصر والتألق لجميع لاعبين المنتخب المصري.